الإعاقة لا تلغي الطاقة، شعار استشرفناه من عيون فقدت البصر لكنها لم تفقد البصيرة. فرغم أن الحياة خانته وسرقت بصره، إلى أنه وبإرادته وتصميمه دخل الحياة وخاض في معتلكها. مصطفى عطية الجوهري 24 عاماً من حي المراحي في جنين، تحدى الإعاقة وصاغ من مقومات الإرادة لديه نموذجاً يحتذى به. فهو لم يكن الوحيد في أسرته ممن حرم نعمة البصر، فله 3 أشقاء ولدوا مكفوفين أيضاً. لكن مصطفى تميز عن إخوته وحتى عن باقي أقرانه ممن يعانون هذه المشكلة، فلم تعرقل الإعاقة خطاه الواثقة لإثبات ذاته في دنيا البشر، فرسم لنفسه مستقبلاً وحياة كان نجاحه خير دليل على ذلك. فكرت أنه الكفيف ما له إلا الشهادة الجامعية وشهادة التوجيه، لأن هي المفتاح اللي يعني الانطلاقة اللي حتكون له في حياته اليومية. فأجيت أنا بعشرة أيام ضليتني أدرس، طبعاً بتعرف كيف عندنا حوالي 65 مجلد في التوجيه في البريل، 65 مجلد تنقسم على كل المواد، أدرس 24 ساعة. برغم من كل هاي الصعوبات، برغم من كل ما ذكرت لك إياه، إلا أنه كان أمنيتي أنا، يعني لما فتت، يعني بتذكر اللحظة اللي فتت على مسؤول الامتحانات في قسم التربية والتعليم في جنين، قلت له أنا بدي 60 أدخل جامعة النجاح للموسيقى. أيام كان الجامعة ياخذوا 60 معدل في كل الكليات قبل ما يصير ارتفاع المعدل وتصير مشاكل التوجيهي. فيعني ما قال لي 60، وبصراحة صدقاً أحكي لك إياها، يعني من كثر الفرحة سلمت عليه، يعني عوضته مع الكرسي اللي قاعد عليه، خلص يعني من الفرحة، يعني انبسطت كثير أنا، يعني إنه يعني خلص المعدل حققته، وبدي أدخل الجامعة وبدي أروح حياة الجامعة وحاب أشوف حياة الجامعة وكيف الجامعة. لم يشعر مصطفى في يوم من الأيام بأن الإعاقة ستثنيه عن المثابرة والإبداع، فتحدى بقوته وإرادته نظرة المجتمع إليه كإنسان معاق، وبرهن لهم بأن الإعاقة لا تلغي الطاقة. يعني كأول طالب كفيف بدخل كلية الموسيقى، يعني ما فيش حدا كفيف دخل قبل كلية العلوم الموسيقية. طبعا صارت مشكلة بالنسبة لي، يعني لا في مناهج مطبوعة ببريل، ولا في نوتات موسيقية، ولا في إشي. لما أنا فوت على امتحان القبول، طبعا بتذكر عزفت للدكتور أحمد موسى، كان يعني في فترة كان رئيس قسم العلوم الموسيقية، جابوا هالأورق يعني وشو عندك هواية بالعزف ومش بالعزف، قلت لهم بعزف، عزفت نسم علينا الهواء وعزفت شوية معزوفات. هم تفاجئوا يعني كيف إن أنا يعني حتى الأورق اللي جابوه بعرف كل كبسة فيه. الموسيقى هي بالنسبة لي غذاء الروح، الموسيقى هي بفرغ عن ذاتي من خلالها. الموسيقى طبعا هوايتي من أنا صغير، يعني بتذكر أنا صغير طلعت أول حفلة في عنا في جنين، طلعت في 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 بجامتي هيك على المنصة مع فرقة غنيت، وكان الناس غنيت أغنية لوائل كفوي معقول تشتي في آب، أول أغنية كنت أطلع فيها على المنصة وأغني فيها، وكان غنيتها عادي مع الموسيقى. مش ذاكر كثير منها يعني شوي. معقول تشتي في آب وتتلج عالدنيا كلها، والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة بمحلها، معقول يزهر أيلول درب الطلعة تصير نزول، معقول يزهر أيلول درب الطلعة تصير نزول، لكن يلي مش معقول بطل حبك لا والله. كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي يسعى مصطفى لتحقيقها، فتمكن هو ومجموعة من رفاقه إنشاء موقع إلكتروني يحمل اسم معا لنرسم البسمة، وهو أول موقع خاص بالمكفوفين يمكنهم من التواصل مع العالم من خلاله. طبعا فكرة موقع ومنتدى المكفوفين هي جاءت الفكرة من خلال زي ما حكيت زيارة لطلاب مكفوفين من جامعة حيفا، إن في طلاب في سكن جامعة النجاح. من خلال هاي الزيارة تبادلنا الأفكار والواقع اللي بنعيشه إحنا كمكفوفين سواء في الداخل أو في الضفة وغزة طبعا أو في العالم بشكل عام.
وحاليا الحمد لله جاتنا موافقة في الخروج لقطر إن شاء الله، حنطلع حتى نجيب إن شاء الله يعني قد ما بنقدر لهالمكفوفين هدول. غيم عليه الكف البصري وغيمت عليه الغربة، لكنه بحث عن شعاع نور وبصيص أمل سعيا وراء إشراقة شمس يراها هو بعيونه فقط. فعمل مذيعا في إحدى محطات الإذاعة في جنين، وتدربت يداه على التعامل مع لوحة التحكم بكل يسر وسلاسة. أمي أمي يا أطيب أم وحن أم بالدنيا، حقك علينا علينا قد هالدنيا. تعلمنا الصبر منك والوفا منك والهدى وطولة البال، تعلمنا منك. يتجاوز تعلق والدته به وبإخوته كل الحدود، فهي وهبت حياتها لهم وتسلحت بالصبر والإيمان، وبذلت هي ووالدهم أغلى ما يملكون لدعمهم ورسم البسمة على وجوههم. عمري وحياتي أولادي كلهم، يعني أنا متت لو وصلتهم لهذه المرحلة، ولا يمكن أتخلى عنها، ولا يمكن إني أتخلى عنهم إلا إذا استفقت من رب العالمين. إعاقته لم تقف أمام حبه للحياة، وروحه المرحة خففت عليه الكثير من همومها، فنسي مصطفى إعاقته وأبدع في حياته وامتلك من المواهب الكثير، وتحدثت عيونه عن أمل كبير وطموحات واسعة الأفق. موقف موقف طريف، يعني أكثر موقف هي والله في بدك تعدي مواقف بتعديش، بس يعني بدي أجيب لك أكثر موقف. كنت أنا ماشي في البلد مرة وبدي أروح أجيب من المطبع، كنت عامل ختم إلي لأن أنا بختم على أوراق يعني ما بقدر إني أكتب. فبصراحة كنت فايت أنا يومها على المطبعة، فصاحب المطبعة اسمه سهيل، ويا سهيل بدي الختم تبعي هيك، يعني أنا فوت يعني على المحل ما أعرف الزلمة ومتعود إنه كذا، إلا الكف في وجهي، إلا هو بعد ما طلعت له هو اللي ما يجي مالك، إلا طلعت فايت على صالون ستات. ويعني شو الموقف يعني كتير يعني كان بالنسبة لي يعني مضحك. وفي مواقف بتمر علينا بالحياة يعني كتير كتير، يعني مرة بالجامعة كمان بحكي لصاحبي تعال تعال، بقول لي مالك، بقول لي تعال تنغازل لنا بنت بالجامعة نحكي معها نجاملها، يعني بالمعنى العربي يعني نجاملها مش نغازلها، بلاش تروح تسجلها انت نغازلها. فرحنا مشينا شوي، ايش يا حلو كيف زي هالطلاب بدنا نعمل حالنا بنشوف. المهم شوي قدمنا مالك ولا طلع ختيار عمره 70 سنة بتاعون خدمات في الجامعة. فشو بدي اقول لك يعني المواقف المضحكه يعني بصراحه كثيره، يعني ماما كيف صعب نازل مشخص بنقول له لك شو البلوزه الحلوه بحكوا له بعد ما هاي تبين لابس بلوزه امه، يعني في شغلات بدك تستني بدك كسر هسه بتضحكيش المواقف. ويعني باخر شيء بنقول انا المعاق لا اشكو من البصبي، اشكو من الناس ومن كلة النضبي، لا اشكو من الجلوس على كرسي متحرك ولا من صعوبه في النطق ونمو متاخر، بل أشكو من الذي هو اليوم يظنني كصفحة بيضاء خالية من الشعر، كدوما صماء لا تدري بما يجري، كجدار أسود كم مضى عليه من العمر، يا سامع صوتي أخرجني من صمتي، اصعد بي إلى أعلى من القمر لأصرخ من هناك، هذا أنا المعاق، أنا الذي إذا ما صرخت انفجر صدري.